على الحرب اهليه زي ما نزل ان انا بتخانق مع اخويا في الجامع والازهر قال له جمد الاعلان هو حتى ما هنش عليه هو يجمد الاعلان حتى ما هنش عليه هو يعمل كده واصر ان هو يولعها حريقه وحسبي الله ونعم الوكيل وانا عايزه يرحل انا مش عايزه يقلق احنا عايزين يرحل بقى يرحل وسيبنا بقى نكمل صورتنا الخطاب بتاعه ملوش اي معنى ملوش اي معنى ملوش اي لازمه زي خطبه الاولانيه كده ملوش اي لازمه ما حلش الموضوع احنا اول ما سمعنا الخطاب نزلنا على طول من غير حتى ما ناخد اي راي راي حد النهارده عص مصري بره العص النهارده عص مصري بره العص قطيع ماشي ورا بديع هذه جماعة إرهابية وأنا أشهد أمام الله عز وجل بهذا كون هذا الإنسان هذا زعيم العصابة يحشد أنصاره وتحت يده مؤسسات البلد هذا إجرام وبلطجة كيف إنسان أنا شايف بعينيا إنسان ملتهي في إيديه بندقية بيوجهها للمسلم المصري هؤلاء المسلمين أحمد دوبا كان واقف قدام النائب العام بيدافع عنهم في المحكمات العسكرية أحمد دوبا خدته 12 غرزة في وشه أحمد دوبا بطل كان بيسافر غزة وراجل مسلم وأنا أشهد إنه مؤشر في شباب مصر يشوه وجهه عشان بيقول الحق أنا الدكتور يحيى بقول الحق هذه الجماعة ليست لها علاقة بالإسلام من قريب أو بعيد هذه الجماعة تعمل لمصلحتها الشخصية هذه الجماعة تبطش بكل من يقف أمامها ولو كان شيخ الإسلام يريد إسقاط النظام الشعب يريد إسقاط النظام النهارده نازلين عشان احنا ادينا له كذا فرصة من يوم ما اعلن الاعلان الدستوري ومع ذلك برضه ما ولا كان شعب ولا كان مهتم بيه كل اللي مهتم بيه اهله وعشيرته اخوانه المسلمين التيار الاسلامي بتاعه مع انه ناسي ان التيار الاسلامي ده ما عرفش ينجحها من الجولة الاولى ومجرد جاب 25% اللي هم اغلبيه زي ما هو بيدعي كان نجح من الدورة الاولى